السلام عليكم وصحاب طوركم. حلقة تاعنا اليوم على المشعوذين والرقات المزيفين. نفوتوا نشوفوا راي المواطن الجزائري فيهم. الاخ الكريم، واش رايك في المشعوذين والرقات المزيفين تاع الوقت هذا؟ يعني بالنسبة للمشعوذ ربي يهديهم على كل حال. امين ان شاء الله. يعني في هذا الوقت يعني كثروا يعني بكل بساطة، معناتها الدولة تاعنا مش تحارب فيهم يعني. صح، الدولة امام الانسان ما يحارب، خاطر دولة اسلامية بلا دولة سما. دوك الناس حنا قليل التوعية، ماناش نوعيو في المساجد، ماكاش توعية، ماكاش نصائح، ماكاش فهمت. وبالنسبة للرقات، بعض الرقات ربي يهديهم يعني تاخذوها يعني كتجارة. رقية هادو صح، يعني كاين رقية واحد اللي يرقي مقلبه صح، يعني نيتو خالصة، نيتو كذا، مش بدرهم، هذه تاع دراهم ماكاش منها كاع. ميم درك يعني واحد يعني اللي يرقي بنيتو، ميم تمد له دراهم ما يشدهمش، يقول لك لا لا انا ما لوجه الله، لوجه الله، هذاك الجهد. الوقت الحالي رانا نشوفوا بلي بعض الناس ولاو يمتهنوا مهنه الرقيه، ولكن مخالفه للشرع اللي شرعه الله سبحانه عز وجل. ما يرقوا لك بطرق واحده طرق اخرى، يعني معظم الرقات، كاين بعض الرقات ربي يهديهم يتعاملوا مع الجن، كي يتعاملوا مع الجن اوتوماتيكمون يخلي الانسان هذاك يعني ربما ديجا تدخل عند راقي يعطيك اسم تاع باباك، يعطيك اسم تاع يعني واحد من الاسره تاعك، حتى انت تامن به، تولي تامن كانه هذا انسان يعني يعلم الغيب، يعلم الغيب يعني. وان كان هو يتعامل مع الجن، هو يجيب له الاخبار. واش حبيت نقول لك حبيبي، دوك الرقات هذو ما ايش الديفو فيهم؟ الديفو في الشعب اللي يروح لهم، اللي جابوه رجليه المسلح. لا لا صحيح، دوكا اسمح لي، مش الرقات كاع السما يخدم، كاين ناس صح مراض يروحوا الوقت اللي رانا فيه، ما تنجمش تعرف الراقي الشرعي من المشعوذ. دوك كلها تجاره خويا العزيز، انت دوك باش تروح تراي عندك مرض ولا كش ما عندك خلل في الكور ديالك ولا باش تروح ترقي ولا، يقول لك دراهم، هذه تجاره حبيبي. صح، شلون الرقيه تكون يعني لخالصه الوجه؟ الرقيه الانسان لازم تشوفه في وجهه منور ما شاء الله، ويكون متمكن في الدين، عنده لي كاباسيتي ديالو ومع ربي سبحانه، راك فاهمني؟ دوك تا انسان شغل يبدا يقرا لك واسمها يماك واسمها باباك، هذا مشعوذ خويا العزيز. انا غير كيما ديجا رحت واحد صاحبي عنده عرق لاصق، قال له واسمها يماك. عندكم الحق، راني معكم 100%. انا نظن بلي الشعب الجزائري كاع راه متفق بلي الرقيه الشرعيه في الجزائر ولات عباره عن تجاره. إيه لا من رحم ربي بيان سور، خاطر كما على بالكم الرقية الشرعية عندها قواعد باينة، إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، عدم طلب أجرة على الرقية، تمسك منهج السنة والكتاب، حث المريض على الصبر واللجوء لله سبحانه وتعالى، خاطر هو الشافي المعافي. باركونتر في الجزائر انتشروا هذو الرقات المزيفين، ولا يقرأ عليك يا عجب بزوج كلمات يقول لك رقية. راني مريض، راني مغموم، عمليش حتى وش في الرقية درقات وماليش نرقد في العباد. يا ولدي بك حسد وعين، وسوف أرقيك بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. خلاص هذا ما كان الشفاء من عند الله، وأنا سبب فقط. كملنا؟ لا، الأجرة 5000 دينار فقط. لو كان عن بالي زوج كلمات لو كان راني حفظتهم. كاين اللي ما يقرالكش من في القرآن، شغل كلني عنده البركة أو القوالب هادو. يا شيخ راه مبعثوني ليك وقالوا لي كاع بلي راك انسان زين ومولا بركه، وانا جيت نشكي لك همي، راني حاصل عم بالك وين نضربها ما تجيش، المشروع اللي نديرو حابس، الناس كلاتني واقيل بالحسده وبالعين هذه. اللي بعثك ليا مغلاش وبارك تسمعوا بها الناس كامل، الا عاد عندك مشكل نحوه، الا كان عندك سحر نحلوه، الا كانت عندك تابع احنا نتبعوها. يا اخي جبت الماء معك؟ اوا جبت بيان سير، اوا قالوا لي ورا باركتي تبرا، إذا كان عندك مشكل يتحل، إذا كانت عندك أي حاجة تريح منها بإذن الله. تشرب منها 7 خطرات في النهار، تقدر تبدأ من درك إن شاء الله، تكل على ربي. بسم الله بسم الله. الكوت تاعها حامض شوي. توكسيكاسيون في البلاص. عندك في الرقية ثاني الإنسان يكون مسكون بجن، كاين أساليب تعالجوا بهم وتخرج الجن. ماشي تاع دار برك، شغلك تهضر مع واحد صاحبك. اخرج من الحدث، اخرج اخرج. اصبر المعلم، اصبر معايا، نيكوسي معايا يا المعلم. ما قلت لي ادخل في الإسلام، ما قلت لي روح لمكة، ما قلت لي اخرج بالملاحة، ما قلت لي روح لقاوري، قاوري الكفار سيدي، بعدني عند الكفار. ديرك نحرقك نحرقك نحرقك، واش ما عادش صار ما يجي شغلك. أنا في حياتي
كاع ونشوف كيفاش يخرجوا الجن. بصح كيما حبيبنا هذا في حياتي ما شفته، في حياتي ما راح نزيد نشوف. خرج اخرج ما خرج اخرج ما خرج اخرج ما خرج اخرج ما خرج ما خرج اخرج ما خرج اخرج ما خرج ما خرج اخرج ما خرج اخرج منين ما خرج اخرج ما بعد منين ما خرج منين منين ما خرج اخرج منين ما خرج منين. كاين ثاني مشعوذين ربي يهديهم ويهدينا ان شاء الله، منهم اللي يلعبها يعلم الغيب، منهم اللي يزوج النساء، منهم اللي نحي التابعه، منهم اللي يشفي المرضى، منهم اللي يدير السحر. على هذه كنا وما زلنا نشوفوا كيما هذه المظاهر. دق دق الروس البق الخامسين بوسكسيك، هد الذيب على الرعيان جاب الكرشة والمصران، الحينجي والبينجي طيبت العسلية في الزيت والقروي، حب القراع ويتفرقع وذا يحبو ذا يرفع، حيلين بيلين حمامة صفرون غارفرون كرمة، واحد حيدو ثلث بيدو دارا ودرا إنما قرقش عشرة. أظهر وبان عليك لمان، أظهر وبان عليك لمان، أظهر وبان عليك لمان. نص هذا جنو كذب لخطر الغيب يعلمه غير الله سبحانه وتعالى. اصلا لو كان جاي يعلم الغيب ما يصرالوش هكذا. Alors Jean Fabien vous êtes voyant n'est-ce pas? Exactement, je prévois l'avenir. Et celle-là? Hein, tu l'as prévu celle-là? اصلا كي نص اخر تي تلقاهم دي فوا يديروا كاميرا كاشي للدجالين هادو والمشعوذين، تلقى حبيبنا تال مول في يكذب على الناس وعمره ما شاف جن، عمره تخرج كي يشوفه. ولا هيك 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 بهالاتجاه. طيب انت اذا طلعتي بهالاتجاه وحكيتي مع الدنيا يجيبوهم ببينوا معي ان شاء الله. صار وبان عليك الامان. انا حبيت نفهم انت كيفاش دخلت في الحلقه. واكبر الضحايا تاع المشعوذين والدجالين هذو منسى دوكا نسى زعما يقولوا انسى ما شفنا غير احنا. لا لا ما شفتكمش غير انتوما. بصح واحدة حابه تزوج، واحدة حابه تطلق صاحبتها، واحدة حابه تسحر راجلها، واحدة حابه تعوق عجوزتها، والمشكل يمنو كلش ما ممكن يكون مشعوذ يكذب بهم. شد عظمة على اليمين وعظمة على اليسار في ديك، عظمة على اليمين وعظمة على اليسار قاعد دينيه. تبلك شكلك تبلك تبلك العين هذه حبسني تم. هذا البرنامج قدم لكم برعاية كوندور.